تعال نروح لدولة رئيس الوزراء. الدكتور مصطفى مدبولي أصدر قرار ينص على أن تلتزم جهات الولاية بإدراج ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقاري لضمان حقوق المشترين، وده من ضمن مستندات طرح مشروعات التطوير العقاري وإدراجها ضمن ملاحق العقود المبرمة مع المطورين العقاريين. طيب، القرار حدد مجموعة من الضوابط الملزمة على المطور العقاري، من بينها فتح حساب بنكي مستقل للمشروع مش للشركة، كويس؟ طيب، ويتم فيه إيداع وصرف كل ما يخص المشروع. كمان بتشمل هذه الضوابط الالتزام بالبرنامج الزمني المقدم من المطور. المطور يقول ده برنامجنا الزمني في البدء ثم التسليم ثم كذا كذا كذا، والمعتمد من جهة الولاية لتنفيذ المشروع. دي شروط هي محطوطة. طيب، عايزين بقى نحاول نفهم أكتر، وعشان نفهم أكتر هناخد معانا على التليفون سيادة النائب المهندس طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب ورئيس غرفة التطوير العقاري. أهلا 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 سيادة النائب، ازي حضرتك؟ كله تمام؟ ربنا يخليك. طيب، احنا بقى بنتكلم عن المهندس طارق شكري، هو الرجل دلوقتي المسؤول من جهتين، جهه منها كنائب، لا ده بتقول ثلاث جهات، جهه منها كنائب ووكيل لجنه اسكان، وجهه اخرى منها كمسؤول عن الغرفه، والجهه الثالثه كمطور عقاري كبير. تمام. الشروط الجديده يا سياده النائب بتشوفها ازاي؟ بشوفها يعني تنظيم مهم في وقت حساس، السوق بينمو بشكل كبير جدا، وعلشان نحافظ على درجة النمو دي اللي هي بتمثل في الآخر كقطاع ما يتجاوز 20% من الناتج القومي المحلي، واللي هي بتمثل 5 مليون عامل بيشتغلوا في هذا القطاع، يعني 25 مليون مصري كأسرة، يعني باعتبار الأسرة 5 أفراد، واللي هي بتمثل ما يتجاوز 100 صناعة، عشان تحافظ على الحاجات المهمة قوي دي كان لابد أن يكون هناك تنظيم، عشان في طرف اسمه مشتري مهم جدا ان يكون حقوقه واضحه ومستقره، وفي طرف اسمه مطور ايضا مهم جدا ان تكون حقوقه واضحه، وفي منظم وصاحب جهه ولايه اللي هي الحكومه، اللي الحقيقه شايف انها اخرجت الموضوع بشكل جيد. الخصه في 5 نقاط في رايي هي دي الاعمده الرئيسيه لي. ارجوك. النقطه الاولى هو انه ما يحظر البيع او الاعلان عن تسويق اي وحده سكنيه او اداريه او خلافه الا بعد الحصول على القرار الوزاري التفصيلي. بمعنى التفصيلي يعني لو انا عندي مشروع 100 فدان 200 فدان وانا بتكلم عن مسطح 50 فدان مثلا اللي انا هشتغل فيهم، يبقى لازم اطلع قرار وزاري تفصيلي اللي فيه عروض الشوارع والارتدادات واماكن الفيلات واماكن العمارات بتفصيل دقيق، بما يسمح لمشتري الوحده ان يكون عنده من الشفافيه والمعلومات اللي تخليه يحجز على رسومات مدققه معتمده من جهه الاداره. حلو جدا. ما ينفعش يقول له انا بفتح باب حجز وما عندوش رسومات نهائيه ممكن او قابله للتعديل. لان ده بيضر بحقيه المشتري في وضوح الصوره. طبعا. دي رقم واحد. رقم اثنين، نسبة البناء النهاردة عشان تطمن ان يكون في نسبة بناء موجودة او سيولة موجودة مش قائمة كلها على مقدمات المشترين، بتحط قواعد اتقسمت على حسب مساحة الارض، اتقسمت الى 5 شرائح لغاية 50 فدان يعتبر مساحة صغيرة، من 50 الى 100 الاول مساحة محدودة عفوا، من 50 ل100 مساحة صغيرة، من 100 ل500 مساحة متوسطة، من 500 ل1000 مساحة كبيرة، فوق 1000 تنمية متكاملة، وتحط شروط ليها علاقة بالمقدم اللي لازم يكون موجود نقدا أو نسبة تنفيذ أو بخطاب ضمان أو بشيكات على مشروع آخر مسلم، يعني أي حق المطور، بما يضمن لمشتري الوحدة إن في نسبة تنفيذ وفي نسبة سيولة على الأقل تحقق له النسبة المرجوة طبقا لمساحته. دي نقطة مهمة ومهمة جدا جدا جدا. النقطة الثالثة اللي هي وأنا بشوف برضو إنه الحقيقة هي تركيبي ورا بعض كده، موضوع الصيانة، إنه لازم يكون لكل مطور ملف وحساب خاص بالصيانة. طبعا. تحط فيه هذه الأموال وتكون تحت رقابة
مراجع حسابات حيادي ومستقل مراقب حسابات المستقل هيحل مشكلات كبيره جدا. احنا في مصر عشنا مشكلات ما بين المطور او صاحب العماره سابقا ومشتري الوحده، لا انت عليك فرق صيانه، لا انا انت جبت فلوس كتيره، لا المبلغ ده صح. الحقيقه لما بيكون في مراقب حسابات مستقل وحيادي يراجع الفواتير ويدقق المصروفات بشكل رسمي ويكون مسجل في البنك المركزي او في الرقابه الماليه ويصدر تقرير على مسؤوليته، هيبقى طرف ثالث حيادي بين الطرفين، ويبقى ساعتها الزامي على كل منهم كل مسؤوليه فيما تخصه. في نقطه نسيت اقولها مهمه قوي، وهي انه كل شركه ممكن يكون عندها مجموعه من المشاريع، كل مشروع لابد ان يكون له حساب مالي مستقل. يعني ما ينفعش اكون انا عندي مشروع مثلا في الساحل الشمالي ومشروع في التجمع وحضرتك بتشتري في التجمع وانا كمطور عندي احقيه ان انا اخد فلوس احطها من هنا لهنا. لا، دلوقتي اصبح كل حساب لكل مشروع مستقل، وبالتالي المشتري بيضمن ان فلوسه اتحطت في مشروعه. يعني محدش هيلبس عم الدلده. ما فيش، لا ده ملف ده كده خلص. كلها، وفي نفس الوقت بيتيح للمطور انه لو حصل اي تاخير من جهه الاداره في القرار الوزاري او التراخيص او المرافق ياخد المده المناسبه، لان ده عدل. المطور اللي بيتاخر عليه ترخيصه او وصلات الكهرباء او الميه من المناسب جدا ان هو ياخد هذه المده بشكل قانوني. اخر نقطه هي نظمت موضوع التاخير في التسليم واقرته بمده حدها الاقصى 12 شهر. طب لو حصل تاخير اكثر من 12 شهر يحق لصاحب الوحده المشتري انه ياجل الاقساط ويمتنع عن سداد الاقساط لمده لغايه لما المشروع يخلص دون اي التزامات وغرامات. باثر راجعي ولا بدءا من تنفيذ بدءا من اصدار القرار من مجلس الوزراء؟ لا، القرار بتاع النهارده مدي حاجتين، القرار نفسه هيتنفذ فورا، لكن مدي 12 شهر لتوفيق اوضاع لان في حاجات ليها علاقه. لا يعني لو يوسف مثلا راح، انا عارف الحركه ما بتعملش كده، يوسف راح للمهندس طارق شكري واشترى عنده وحده ما في مشروع من مشروعاته، بس الكلام ده كان من 3 4 سنين، وبعدين انا قلت اضرب المثل على حضرتك عشان ما حدش تاني يزعل مننا، عشان حضرتك هتفهمني. طيب فجيت حضرتك مثلا لاي ظرف من الظروف ايا كان، حصل تاخير في التسليم، قلت لي يوسف انا هسلمك في يناير 22، لقيت نفسي ان انا ده كده في يناير عمال بتاجل بتاجل بتاجل. سؤال بقى، هل انا ساعتها كمشتري هقدر اتعامل طبقا للقرارات الصادره بتاعت النهارده ولا اللي فات مات؟ لا حضرتك، كل ما هو جديد، كل ما هو هيصدر بيه قرار وزاري بكره هيفعل عليه هذا الكلام. كل المواقف السابقه هيتعمل بيها من كل مطور للحكومه موقف مجمع عن السابق. موقف مجمع يعني ايه؟ يعني انا المشروع بتاعي ده في عدد وحدات مباعه كذا، تواريخ تسليم كذا، موقف صيانتها كذا، موقف كل موقف، فبالتالي هيعمل خط فاصل بين السابق واللي جاي. السابق في ظل الاليه دي يعني تقدير ان هو هيبقى وضعه افضل كثير. طب والمشتري اللي تضرر من التاجيلات بتاعه اللي حصل قبل كده، يعني الاقي نفسي متاجل 3 اشهر بعد كده، طب خليها 6 اشهر وبعدين طب خليها سنه، انا عمليا اتضررت وفي نفس الوقت انا مطالب افضل ادفع في الاقساط زي ما انا، مع ان انا عندي عقد بيقول تسليمي في التاريخ الفلاني. لا هو لغايه سنه هيعتبروها مبررات لا اراديه على المطور. بعد سنه هيبقى من حق مشتري الوحده ياجل الاقساط دون فوائد. اوكي طيب، احنا بقى باشمهندس كده كده المناقشه بتاعتنا على التليفون دي يعني مجرد ايه؟ فتح محاور. بكره باذن الله تنورنا وتشرفنا في البرنامج، نقعد بقى ايه نتكلم باستفاضه وعلى هذه المائده غير المستدير. اشكرك جدا سياده النائب المهندس طارق شكري، وكيل لجنه الاسكان بمجلس النواب ورئيس غرفه التطوير العقاري.